عرفنا قد رأينا على الأقل 4 صواريخ خرجت من قطاع غزة، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم، على الأقل 4 صواريخ رأيناها تخرج من قطاع غزة، ولكنها خرجت من المنطقة الشمالية للقطاع وليس من جنوبها، رأيناها تخرج من خلفنا، هذا يعني بأن ربما رسالة من حماس بأن قوتها الصاروخية ما زالت موجودة، ما زالت حاضرة. فهمنا بعد ذلك من فترة الإنذار بأن هذه الصواريخ كانت موجهة نحو منطقة القدس. كان هنالك بعض الاعتراضات أيضا لهذه الصواريخ، ولكن الرسالة مهمة بأن هذه الصواريخ خرجت من شمال قطاع غزة. أولا هذا يعني بأن قوة حماس النائب الأقسام ما زالت حاضرة وما زالت موجودة في شمال قطاع غزة. ثانيا بأن القوة الصاروخية لحماس أيضا ما زالت قادرة على إطلاق رشقات صاروخية أيضا من قطاع غزة. أيضا الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ صباح هذا اليوم، الآن أيضا نرى أعمدة الدخان تخرج من شمال بيت حنون، من منطقة بيت حنون واضحة أعمدة دخانية سوداء بعد غارة إسرائيلية. كان هنالك من الصباح ربما أكثر من 10 غارات شاهدناها، على الأقل 10 غارات شاهدناها على شمال قطاع غزة على منطقة بيت حنون مرة أخرى. هذا يعني بأن شمال قطاع غزة ليس تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حتى الآن منذ منتصف أكتوبر، وإسرائيل تعمل في هذه المناطق، ولكن لا يمكن القول بأنها تبسط سيطرتها عليها، والدليل على ذلك هو استمرار الاشتباكات، استمرار الغارات الإسرائيلية على بيت حنون التي يعني هي أعتقد أول منطقة دخلتها الدبابات الإسرائيلية من المنطقة الغربية بيت لاهيا وبيت حنون، وما زالت تعمل فيها القوات الإسرائيلية، عشرات الألاف من الجنود متواجدين في كل قطاع غزة وخاصة أيضا في الشمال يحاولون بسط سيطرتهم، لكن حتى الآن كما نرى ما زالت حماس تدير بعض الاشتباكات والقتال خاصة في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة. وأيضا في الشمال يبدو بأن هنالك أحيانا تكون قوات أو مقاتلين من حماس يأتون من الخلف، حيث يكون الجنود الإسرائيليون يعتقدون بأنهم سيطروا على المنطقة، ولكن يأتونهم المقاتلين الفلسطينيين من الجنوب. الآن وصلنا بأنه لم يبلغ حتى الآن عن أي إصابات في الرشقة الصاروخية الأخيرة، ومجرد أن تكون حماس قادرة على إخراج هذه الرشقات من شمال قطاع غزة، هذا دليل آخر بأن إسرائيل لم تبسط سيطرتها، هي موجودة، هنالك عمليات كثيرة، هنالك هدم كبير وتدمير كبير في شمال قطاع غزة، لكن هذا أمر، وبسط السيطرة الكاملة هو أمر آخر. وأيضا يعني قضية تمشيط المنطقة وتنظيفها من كل الأسلحة والذخائر أيضا هو أمر ثالث، وهو أبعد من أن يكون قد نفذ بشكل جزئي وليس بشكل كامل، أبعد من أن يكون قد نفذ بشكل جزئي، والدليل هو استمرار إطلاق هذه الصواريخ، ولكن أيضا مرة أخرى بسط السيطرة أو السيطرة العملياتية على شمال قطاع غزة لا يعني بالضرورة أبدا تمشيط المنطقة وبسط السيطرة عليها تماما. من غلاف غزة من الجانب الإسرائيلي إيمان جبور مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك.